برحب بيكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. هنتكلم فيه النهاردة عن أهم نصائح والتحذيرات الأبراج، واخترت برج العقرب اللي هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا. زي ما قلنا إن برج العقرب واحد من الأبراج اللي لازم يخلي باله كويس جدا جدا على نفسه في شهر مايو، لأن شهر مايو الشمس موجودة في برج الثور المقابل ليه في الدائرة الفلكية أو اللي في مواجهته، اللي ممكن يعمله شوية تعوكسات وتأخيرات. وكلمت في فيديوهات كتيرة إن برج العقرب هو واحد من أكتر الأبراج اللي لازم يحذر ويخلي باله كويس جدا في شهر مايو. طيب خلونا نتكلم النهارده ونركز اكتر على الطاقه العاطفيه لبرج العقرب. طبعا اخترنا النهارده برج العقرب بناء على طلبكم، لان هو من اكتر الابراج من اعلى نسبه مشاهده. قلنا الابراج الاعلى نسبه مشاهده هي الابراج اللي هنركز عليها في خلال الشهر، والاعلى نسبه مشاهده في شهر ابريل هم 1 العذراء، 2 العقرب، 3 الدلو، 4 برج الثور. اوكي، فالابراج دي يعني ليهم كوسه كده شويه. طيب برج العقرب زي ما قلت ان انت من يوم 1 لحد يوم 20 عايزاكم تخلوا بالكم كويس جدا، عايزاكم تحذروا كويس قوي. بلاش اي تهور، بلاش اي تسرع، بلاش اي يعني بلاش اي يعني ان انت تاخد قرارات عشوائيه. ركزوا كويس جدا جدا. وكمان خلي بالكم من يعني ممكن تكون معرض للانفصال او البعد عن اصدقاء او ان انت تخسر ناس في حياتك، فبلاش قرار بالبعد او الانفصال او الهجر او اي حاجه شهر مايو. يعني احضروا كويس جدا جدا في اي قرار هتفكر تاخده يا برج العقرب. اول حاجه قولوا لي بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه، وبعدين اختاروا برج من الابراج اللي هقولها النهارده. برج الثور، برج العذراء، برج الميزان، برج الجوزاء، وبرج السرطان. اختار واحد من الابراج دولت عشان نتكلم عنها بالتفاصيل. كمان قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وانتم من برج ايه. لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، تتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لايك للفيديو. كمان بليز تعملوا فولو على الانستجرام وعلى البيج بتاعتي التانية اللي هي RM Designs. طيب برج العقرب صحيا انت من الابراج اللي لازم تخلي بالها، زي ما قلت خلي بالك على صحتك النفسيه، خلي بالك على صحتك جنرالي. ممكن تضطر لزياره طبيب ليك او لشخص من اسرتك، ممكن تحس شويه بان انت طاقتك منخفضه، هبوط حاد في الدوره الدمويه، فشويه خلي بالكم من صحتكم. يعني برج العقرب من الابراج اللي عايزاه احذركم من صحتكم، خاصه اول ال 20 يوم. انت من بعد يوم 20 لما الشمس هتتنقل لبرج الجوزاء تحس ان انت اهدى شويه برج العقرب، تحس ان الدنيا بقى استقرت اكتر، تحس ان انت افضل. فيعني انا بس عايزاكم تخلي بالكم اول 20 يوم. طيب من الحاجات المهمه جدا جدا اللي عايزك تاخد بالها منها هو ان انت حالتك النفسيه ممكن ما تكونش افضل حاجه، خاصه باي حاجه ليها علاقه بالحب. يعني برج العقرب في الحب سواء مرتبط او سواء منفصل، يعني شويه الدنيا مش مستقره، شويه في ارتباك، شويه ممكن يكون في زعل، في خصام، في حزن، في مشاكل. فانت عاطفيا هو مش شهر سبورتيف ليك خالص، يعني شهر صعب عاطفيا لمواليد برج العقرب. كمان شايفه ان في يعني عايزاكم يا برج العقرب تكونوا اكثر عقلانيه، اكثر واقعيه، اكثر يعني فكروا بعقلكم اكتر من عاطفكم. مشكله برج العقرب يا جماعه ان هو برج عاطفي جدا، هو برج رومانسي جدا، فاحيانا بياخد قرارات خاطئه قوي لان مشاعره هي اللي بتتحكم فيه. فعايزاكم تركزوا جدا جدا. بس انا شايفه ان الفتره دي هتبقى اكثر عقلانيه او اكثر يعني هتفكر بعقلك اكتر من قلبك، وده قرار حلو جدا جدا ليك يا برج العقرب. كمان شايفه عندكم طاقه انتظار، في حد في طرف من الاطراف، اما انت اما البارتنر بتاعك، في حد فيكم منتظر التاني، في طاقه انتظار مسيطره على العلاقه. شايفه اما انت برج العقرب منتظر حبيبي يتكلم معاك ويصالحك، يا اما الحبيب هو المنتظرك ان انت تيجي تعتذر وتتكلم معاه. ففي شايفه طاقه انتظار قويه جدا جدا مسيطره على مواليد برج العقرب. قولوا يا برج العقرب انت المنتظر حبيبك يجي يتكلم معاك ولا هو اللي منتظرك؟ كمان شايفه ان في حد فيكم مستني الطرف الثاني ياخد خطوه، يا اما انت اللي مستني الحبيب بتاعك ياخد خطوه، يا اما الحبيب اللي منتظرك تاخد خطوه من ناحيته. في شخص عنده طاقه انتظار وغضب، يعني انت منتظر بغضب، وشخص الاخر هيكون عايش حياته. يعني شايفه ان برج العقرب المرتبطين او المنفصلين، شايفه في بارتنر هيكون مهتم جدا بالبارتنر الثاني وعمال يعني مهتم قوي وعمال ينتظر وعمال يراقبه وعمال مستني اي خطوه منه، وطرف عايش حياته مبسوط ومركز على نفسه. انا شايفه ان الحبيب هو اللي هيكون مبسوط وفرحان وعايش حياته، بيبتدي بدايه جديده. الحبيب عنده بدايه جديده، ممكن تكون بدايه شغل جديد، بدايه عاطفيه جديده، بدايه مشروع جديد، بدايه سفر. الحبيب ممكن يكون عنده سفر يا برج العقرب. اما انت اللي مركز ومستني بغضب، يعني انت مستني رجوع هذا الحبيب بغضب بزعل بتنشنه.
طيب قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه، بليز تعملوا لي فولو على الانستجرام. احنا على الفيسبوك 1,700,000 فولور، عايزه 1,700,000 يجوا على الانستجرام. طيب بليز يا جماعه الحجز اي قراءه خاصه او حجز اي سيشنز برايفت سيشن او كمان اي جلسه تخاطر روحي تبعتوا على الايميل الموجود عندي وتكتبوا فوق ان انتم محتاجين جلسه قراءه خاصه. طيب انا شايفه ان في حد زعلان، قولي لي بقى برج العقرب مين اللي زعلان، انت اللي زعلان من الحبيب ولا زعلان الحبيب زعلان منك؟ وشايفه في طاقه غيره، في شخص فيكم بيغير على التاني قوي خاصه برج العقرب المرتبطين، في شخص يعني دماغه شغاله على طول، عنده حاله شك دايما في البارتنر بتاعه، عمال يفكر طب هو بيحبني ولا بيحب حد تاني، طب هو بيخوني، في شخص غيران شكاك جدا جدا. انا شايفه ان انت الطرف الغيران والشكاك اكتر يا برج العقرب، بس شايفه ان في لو انتم مرتبطين العلاقه دي فيها شويه ارتباك، فيها شويه زعل، فيها شويه خصام، فيها شويه بعد، او فيها شخص بيغير على التاني وبيشك في التاني اكتر من الاولاني، في شويه عدم استقرار، فحاولوا ان انتم ما تاخدوش اي قرارات متسرعه، ما تاخدوش اي قرارات متهوره، بلاش يعني بلاش تبقى عصبي قوي يا برج العقرب، فكر كويس قبل ما تاخد اي قرار. طيب برج العقرب المنفصل عمر، برج العقرب المنفصلين، I have an advice يا برج العقرب. برج العقرب مش من الابراج اللي سهل تنسى، برج العقرب من الابراج اللي بيفضل يفكر في الحبيب لان هو شخص عاطفي جدا، شخص رومانسي جدا. My advice ليك يا برج العقرب go on، يعني الحبيب مش مناسب ليك، الشخص اللي انت بتفكر فيه، الشخص اللي انت بتراقبه، الشخص اللي انت منفصل عنه مش افضل اختيار ليك. فانا بقول لكم يعني فكروا في حياتكم، بص لقدامك، دور على فرص جديده، حب نفسك يا برج العقرب، حب حياتك، لان الشخص ده ما كانش بيديلك الحب اللي انت تستحقه، كان بيديلك، كان بيبهدلك، كان بيهينك، كان بيزعلك، كان بيتخانق معاك، ما كانش فيه التناغم اللي انت محتاجه يا برج العقرب. فشايفه ان العلاقه دي مش سبورتيف ليك، وشايفه ان انت تجو اون في حياتك، وشايفه ان انت تدور على الحب الحقيقي اللي يديك المشاعر اللي انت محتاجها وتستحقها، ان انت تستحق الحب الحقيقي يا برج العقرب. فانا ما ادفايس بطل تراقب الحبيب، بطل تنتظره، بطل تستناه بغضب، بطل لان هو حبيبك خلاص مش بدماغه، ممكن يكون زعلان ومتضايق بس هو بدا يفكر في نفسه، بدا يدور على الحب في حياته، بدا يدور على السعاده الحقيقيه في حياته. فبليز جو يا برج العقرب، ودور، اهتم بنفسك، اهتم بشكلك، اعملوا دايت، اهتموا بجسمكم، العبوا رياضه، شوفوا ناس جديده، اتعرفوا على ناس جديده، بس هذا الحبيب غير مناسب، وانا شايفه ان الشخص ده بياخد منك مش بيديلك. وانا شايفه ان الشخص ده ليس هو الشخص المناسب على الاطلاق، وان هو ان هو شخص مرهق نفسيا بالنسبه لك، او شخص متعب، وان هو خلاص عايش حياته، يعني هو مش بيفكر فيك اني مور يا برج العقرب. ولو انت بقى بتقعد تتوهم وتقعد بقى تعيش اوهامك وتقول لا ده مش قادر يعيش من غير، لا، الشخص ده بيدور على ناس جديده في حياته، ممكن يسافر، ممكن ينطلق، فهو مش الشخص المناسب. وشخص ده حتى لو كان بيحبك فهو في الاخر هي علاقه توكسيك بالنسبه لك وعلاقه مؤذيه، ممكن يكون الشخص ده طيب، ممكن يكون حد كويس، بس هو ليس المناسب بالنسبه لك. فماي ادفايس لبرج العقرب المنفصلين جو اون، حب نفسك، اشتغل كويس، اهتم بشغلك، دور على فرص جديده، دور على علاقات جديده. طيب بالنسبه لبرج العقرب المرتبطين، ماي ادفايس لازم تكون اكثر وضوحا مع البارتنر بتاعك، اتكلم معاه في الحاجات اللي مضايقاك، بلاش تكون العلاقه عايمه، انا شايفه ان العلاقه دي محتاجه وضوح، محتاجه صراحه. فلو انت الحبيب ده في حاجات بتزعلك، في حاجات بتضايقك منه، روح قول له انا متضايق منك، انا زعلان منك، انت عملت 1 2 3، اقعدوا قعده تصالح او قعده عتاب، لان انا شايفه ان في حاجات كتيره ممكن يكون فيها مس اندرستاندنج او عدم تفهم. طيب قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، والناس اللي بتتجسس على برج العقرب قولوا لي انتوا برج ايه. اكتر طاقات ظاهره مع برج العقرب شايفه طاقات ابراج ترابيه زي برج الثور، زي برج العذراء، زي برج الجدي، وكان شايفه طاقه برج الدلو، وطاقه برج القوس، وطاقه برج الحمل، والاسد، والسرطان، والحوت. طيب الناس العزاب من برج العقرب، شايفه الاشخاص العزاب عندكم، انا شايفاك يا برج العقرب عندك ناس كتيره ممكن تكون بتحاول تقرب منك، شكلك اتراكتيف، شكلك جذاب، عندك فرص حلوه جدا، وعندك
انا شايفه عندك ناس كتيره ممكن عندك كذا عرض حب، بس انا مش شايفه ان انت لاقي الشخص المناسب. يعني كان عروض الحب الكتير اللي حواليك محدش فيهم منور كده، كانك انت لسه ما لقيتش هذا الشخص اللي يخطف قلبك يا برج العقرب. ماي ادفايس، بلاش تستعجل في اي علاقه عاطفيه انت مش حاسسها، بلاش تدخل في علاقه عاطفيه عشان انت زهقان او مش يعني، هتدخل علاقات عابره للاسف بتاخد من وقتك وتاخد من مجهودك. فيعني انا مش شايفه الناس العزاب عندهم ارتباط قوي اول 20 يوم، ممكن تتعرف على ناس جديده كتير، بس بلاش تسرع في دخول اي علاقه عاطفيه والاندماج في علاقه عاطفيه وانت مش متاكد من نفسك. مشكله برج العقرب ان هو ما يقدرش يعيش من غير قصه حب، فبيدور دايما على ان هو يكون مشغول مشغول عاطفيا. فانا شايفه يا برج العقرب لو في ناس بتكراش عليك، ناس بتقرب منك وانت مش شايفهم ناس مناسبه، keep them as friends، يعني اعتبرهم اصدقاء. فلاش بقى تقعد تكراش على حد، وبرج العقرب من ابراج العلاقات العابره كتير قوي، بلاش نقعد نفضح بعض. فلا انا مش شايفه ان دي حاجه مناسبه، فبعدوا عن العلاقات السطحيه، بعدوا عن العلاقات العابره، ركزوا طاقتكم على شغلكم، ركزوا طاقتكم على السفر، على ان انتوا تحسنوا من دخلكم. جاي لكم مصدر دخل جديد وممكن تدخلوا شراكه جديده برج العقرب، بشجعكم عليها. باي ذا واي برج العقرب في العمل شايف عندكم فرصه عمل جديده، او عندك مصدرين دخل او مصدرين فلوس، عندك ناس هتدعمك في حياتك، ممكن اصدقاء او اهل يدولك فلوس، حد هيدعمك، وكمان عندك فلوس ممكن تجيلك من الخارج او مصدر دخل جديد، وشايفاك بتبحث عن شراكه وهتدخل شراكه هتدخلك وهتدر عليك اموال. بس لازم تركز يا برج العقرب، يعني حاول تركز على شغلك وصحتك. يعني شايفه ان يعني حب نفسك الشهر ده، الشهر ده شهر للاسف دقيق وشهر صعب، مش عايزه اقول ان هو يعني انت اخر 10 ايام ممكن الدنيا تبدا تهدى عندك، خاصه ان الشمس هتتنقل لبرج الجوزاء، فالضغط اللي عليك من شمس التور هيروح. طيب قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه؟ احنا اوريدي عملنا عن برج الجدي، وعملنا عن برج الحمل، وعملنا عن برج ايه تاني؟ عملنا الجدي والحمل والدلو، اتفرجوا عليهم موجودين في الشانل. وكمان يا جماعه انا في فيديو في قناه شانل عملتها مخصوص لمواليد برج العذراء، هسميها اقول لكم كل تفاصيلها، دي هيبقى فيها فيديو يومي عن برج العذراء، هسميها فيرجو او برج العذراء، ابحثوا عنها على اليوتيوب، هسيب لكم اللينك بتاعها في الستوري، كلكم اعملوا لها فولو. ويا جماعه الحجز اي قراءه خاصه او اي جلسه تخاطر روحي ابعتوا على الايميل، وعملنا جلسه في اي بي اللي هي بتكون اسرع. ويعني انا بعتذر على التاخير، لان انا عارفه ان التيم بيتاخر شويه في الرد، وبعتذر بجد للناس كتير اتزعلت، بس والله انا ما بقدرش اتابع الموضوع ده بنفسي. وكمان هنعمل تمرين للتخاطر الروحي وتمرين لقانون الجذب، لو حد عايز يشترك هتبقى عباره عن سيشن على زوم فيها يعني تقريبا من 10 ل 20 فرد، وليها فيز قليله جدا ولطيفه جدا، هتبقى حلوه قوي، وفيها فقره اسئله. لو عايزين تشتركوا في تمرين التخاطر الروحي او كورس التخاطر الروحي بليز تبعتوا، محتاجين الاشتراك في كورس التخاطر الروحي، بتبقى مجموعه حلوه جدا جدا. بشكركم، بحبكم جدا يا برج العقرب، انا هكتر الفيديو بتاع برج العقرب لان انتوا توب فيورز، وانا اسفه جدا من صوت عمر ابني انتوا عارفينه، بس بليز تدعوا له ان ربنا يشفيه، لان احنا بكره عندنا استشاره مع دكتور تالت على موضوع رجله اللي اتكسرت والكسر في القدم، ربنا يستر ما يحتاجش عمليه، وان شاء الله باذن الله يكون كويس، فادعوا له بليز من قلبكم يا جماعه. برج العقرب شهر دقيق، بس لو اشتغلت على نفسك وركزت فيها تقدر تعمل حاجات كويسه جدا جدا. ثانك يو، اي لاف يو، بحبكم، اشوفكم فيديو تاني، باي، مع السلامه.